أهلا بكم من جديد. رؤية سياسية واقتصادية مختلفة نحاول أن نستمع إليها مع الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك أستاذ ميس. خلوني الأول ممكن نقفل إير بيس يا جماعة، خلوني الأول أقول لكم بس الخبر ده من الدقهلية، أن مديرية أمن الدقهلية أصدرت على بوابة الأهرام خبر أن المولودين اللذين أصيبا بحالة اختناق، وكنا جالنا خبر من مراسلنا أنهما توفيا، ينفوا الوفاة وبيقولوا أنهما أصيبا بحالة اختناق نتيجة سقوط إحدى قنابل الغاز بالخطأ في عيادة النساء والتوليد بمدينة المنصورة، وأن حالتهما جيدة ومستقرة بعد إسعافهما من قبل أطباء متخصصين، وأنهما تحت الرعاية الكاملة. يعني نتمنى السلامة للأطفال ولكل الناس الحقيقة. المشهد هو في المنصورة مع تكثيف نزول الأمن المركزي والقوات. طيب خليني الأول أسمع تعليقك على إن كنت استمعت إلى مقاطع من حوار الدكتور مرسي بالأمس، هل استمعت إليه ولا كان استمعت إليه بالخطأ الحقيقة، لأن أنا بنام بدري فقمت الساعة 2 الصبح ففتحت التلفزيون وقلت كويس إن في إعادة للحديث، افتكرت إنها إعادة بعد ما سمعتها كلها فوجئت على التعليقات اللي شايفها إنه ده العرض الأول يعني، لكن مش ده الموضوع. لا استمعت للحوار، وهو الحقيقة أن الناس النهاردة بتتكلم عن مسألة الموعد إذاعته، لأنه طبعا شيء عجيب يعني، لكن كمان لأن الحوار في الآخر لم يكن فيه شيء جديد أو مضمون مهم، وده إلى حد ما برضو جذب الحديث على مسألة الميعاد، لأنه المضمون نفسه يعني مش كبير يعني. يعني الحوار كان فيه، سيبك من التفاصيل المتكررة، لكن كان فيه يعني استشراف كده لبعض المعاني اللي انا قلقتني شويه. اتفضل. معنى منهم انه مازال الرئيس بيتكلم عن الاستقرار كانه حاله مثلى كده، لازم البلد يوصل لها اولا ثم يبدا بقى البناء والتنميه والاقتصاد دي حاله غير حقيقيه وغير ممكنه. كلنا عايزين استقرار، وكلنا عايزين الاقتصاد يتحرك، وكلنا عارفين ان الاقتصاد يتحرك افضل حينما يكون هناك استقرار. لكن انتظار هذه اللحظة الفريدة، يعني تبقي مستني لما كل الأوضاع تهدأ عشان تقولي من الآن أبدأ عملية البناء، ده تصور نظري قوي. فإحنا أمام وضع محتاج أن الحكومة تتعامل مع ما هو قائم وليس مع نمط كده مثالي عن أن يسود الاستقرار أولا عشان إيه أعرف أشتغل. الموضوع التاني هي فكرة برضو التتابع، يعني أنه لازم تنتهي انتخابات البرلمان كانت القديمة ثم الدستور ثم الرئاسة ثم الانتخابات القادمة ثم تتشكل الحكومة الجديدة اللي هي هتقود البلد بقى ناحية كذا وكذا وكذا. برضو دي يعني تصورات غير واقعية، كأنه جدول. طب الجدول مش ماشي نعمل ايه؟ يعني كان يفترض بهذا الجدول ان ينتهي بالكثير على شهر سبتمبر اكتوبر اللي فات لو كان البرلمان استمر برلمان السابق، ولو كان الدستور ما تعرضش للصعوبة البالغة اللي تعرض ليها. طيب انت كنت عامل حسابك على جدول قصير اهو ذات سنة او ذات 6 أشهر، طب نعمل ازاي؟ ففي برضو معنى يعني ايه هندسي كده في الطريقة دي. اما الحاجة الثالثة اللي حضرتك اشرت ليها في البرنامج، فطبعا الاصرار على مسألة رئيس كل المصريين دي مسألة يعني مقلقة جدا. مقلقة من ناحية انه مش ده الشعور اللي عند الناس، فتكرار هذا القول غير مجدي وغير مقنع في حد ذاته. انت عارفه الناس بتلمس كده يعني باللي انا بسميه قرون استشعار حاجات معينه وبتسمع عندها جامد قوي. يعني ان يصدر جدول زمني للانتخابات وبعدين يتم تعديله مش مشكله، لكن انه يطلع كده متجاهل تماما اعياد المسيحيين. ما هي دي الحقيقه، الناس بتجيب رئيس لكل المصريين من فين؟ مش من شعور كده فجأة الناس تصحى بيه الصبح، لكن من مشاهد معينة. مجموع المشاهد دي هو ما قدرش يتغلب عليه امبارح الحقيقة، ولم تشعر ان مثلا فعلا كان مؤشر في عدم معرفته بعياد الاقباط او عدم ادراك الطاقم اللي حوالينا. يا جماعة لا ده في عيد حد الزعف هنا واسبوع الالام هنا، ده يؤكد انه ليس رئيسا يشعر بكل المصريين او يعرف عن كل المصريين. في مشكلة اكبر من كده، انا بعتقد ان الادارة كده ما يسمى بالادارة بشكل عام، معرفش بقى الادارة دي حزب ام رئاسة ام مكتب ارشاد ام معرفش فين بالظبط يعني، لكن ما يسمى بالادارة يعني تحس انها يعني شايفة كده قصادها مجموعة معينة من الناس، برضو نموذج كده للمواطن المصري
مستبعد حاجات كتير قوي. يعني ممكن تتكلمي عن ان احنا سنعمل على ان يكون للمراه دور في المجتمع ومش عارف ايه، الناس مش حاسه بده. يعني النهارده شعور المراه المصريه انها مكانها متراجع صحيح. في الدوله. انه من اجل كل الطبقات اللي مش عارف ايه، لكن انا اؤكد لك مثلا وانا كنت بمثل دايره ريفيه في المجلس السابق، ان شعور الفلاح المصري انه هو بعيد عن اهتمام الدوله. فمساله المصريين دي مساله يعني متنوعه جدا، الناس مش حاسه بالتنوع ده. يعني زي ما اقول لك حاجه لكن من جوايا كده مش عارف اوصل لك الشعور بان انا شايف الناس دي كلها. طيب خليني انقلك الى دور المعارضه، وهنا في لاعبين في الحقيقه، في عدد من اللاعبين في الملعب، في النظام وفي المعارضه وفي القوات المسلحه وفي الناس اللي هي احيانا لا تنتمي الى هذا او الى ذاك، المواطن اللي عايز يعيش. المعارضه يعني غدا في دعوه اخرى للحوار الساعه 5:30، انتوا عندكم اجتماع في الجبهه قبلها الساعه 1. اولا انت مع المقاطعه ولا مع المشاركه في الانتخابات؟ خلينا نبدا بهذا السؤال. يعني بدون لف ودوران، مفيش حد بطبيعته مع المقاطعه. المقاطعه مش خيار اي حد يحب يختاره لانه في حد ذاته جيد او مفيد. المقاطعه هي كده ابغض الحلال في العمل السياسي. وطبعا لازم اقول ان حضرتك نجحت في مجلس الشعب السابق، كنت عضو عن دايره ايه في اسيوط؟ عن دايره صدفه والغنايم، يعني الدايره الجنوبيه عموما لانها كانت قايمه. عن الحزب الوطني المصري الديمقراطي طبعا، كنت انت نائب رئيس الحزب. اتفضل. فالمقاطعه مش اختيار في حد ذاته. والحديث عن المعارضه المصريه كما لو كانت راغبه في المقاطعه دائما، ويعني انه في كل، عارفه اللي يقول لك في كل مره تنسحبوا، ده كلام غير صحيح. هذه المعارضه اشتركت في انتخابات البرلمانيه، احنا حزبنا اشترك في انتخابات مجلس الشورى ايضا، دخلنا معركه الدستور من اولها حتى يوم الاستفتاء. كل دي معارك تم خوضها، فغير صحيح ان ده موقف كده من حيث المبدا حد بيعجبه يعني. فالمعارض المقاطعه هي اسوا اختيار يلجا اليه اي حد، خصوصا لما يكون له سابقه يعني اشتباك في المعارك السياسيه. لكن الحقيقه انها للاسف الشديد لم تعد خيار يمكن استبعاده بسهوله، لانك بتوصلي اللحظه وتقولي طب وبعدين؟ يعني انا هفضل مستمر في مسار معيب من اوله، في كل مره يبقى في فرصه للتفاهم، في فرصه للتحسين، في فرصه لتوسيع نطاق التعاون شويه، بتصطدمي بحائط خرساني. ففي الحاله دي بتضطري تنظري للمقاطعه باعتبارها قد تكون زي بقول الخيار الاخير والبديل الابغض. انا كنت اتمنى ان يكون الانتخابات القادمه انتخابات تاخدها كل الاحزاب بحريه وبرغبه حقيقيه يعني. والحقيقه ان في جزء كبير من الجمهور يحب ان احنا نشترك في هذه الانتخابات، وده وجه الصعوبه يعني. لذلك عايز اقول لك على حاجه، وانا مش يعني لا اخفي ان انا مش ضد المقاطعه في الظروف الحاليه، لانه الظرف اصبح في غايه الصعوبه. واحتمال رغم ان دايما الحزب المصري الديمقراطي كان دايما مع المشاركه، ده حقيقي، ده حقيقي. وزي ما بقول لك في تيار كبير مع المشاركه، مظبوط، واحنا شاركنا حتى في بعض الانتخابات اللي قطعتها احزاب اخرى زي انتخابات الشورى. نعم. وكنا متمسكين تماما بخوض معركه الدستور حتى واحنا شايفين ميزه، لان ليكوا ناس جوه برضه باصوات تاني طبعا. لكن انت في لحظه النهارده خارجه يعني مضطره زي ما بقول لك تقولي طب اين يعني اقوم برسم الخط الاحمر اللي من بعديه يبقى من مستحيل الاستمرار. بس انا عايز اقول على حاجه على كل حوار المقاطعه والمشاركه، إن المسألة مش مجرد إن إحنا كمجموعة أحزاب يعني تاخد قرار وخلاص، لكن في اعتبارين أنا أتمنى إن هم يحصلوا. الأول إنه قدر الإمكان تظل المعارضة متماسكة في اتخاذ موقف واحد. وأنا كنت أفضل إنه اللي طالبوا بالمقاطعة يكون ده من إطار يعني عمل الجبهة المؤسسي، وأأمل إن ده يحصل بكرة أيا كان النتيجة اللي توصل لها، لكن يهمني النهاردة يعني وحدة الصف أكتر ما يهمني النتيجة اللي نوصل لها. الحاجة الأخرى إن قرار المقاطعة لازم يكون فيه يعني قدر من الرجوع إلى قواعد الحزب وللناس اللي بتنتخبنا. أنا كنت في أسيوط الأسبوع اللي فات بقعد مع بعض الناس في بلدنا تحديدا وبعض البلاد الأخرى اللي حوالينا، لأنه لازم تتشاوري معاهم، لازم تعرفي أنتوا يعني. أنا قلت لهم بقدر ما أنا جيت استأذنتكم في دخول الانتخابات المرة اللي فاتت، أنا محتاج أعرف رأيكم إيه المرة دي. فقرار المقاطعة لازم يكون برضه فيه، أو المشاركة على فكرة، لازم يكون فيه قدر من الاتصال والاحترام ل الناخبين اللي هم في الاخر هم اهم شيء. طب يعني ماذا قال لك ناخبك؟ والله شوفي، يعني في نوع من الاحباط بشكل عام من العمل السياسي كله. يعني المقارنه بين الوقت النهارده وبين من سنه لما كنا في خضم الدعايه الانتخابيه للمجلس السابق، طبعا مقارنه مذهله يعني. في شيء
يعني الناس فقدت حماسها، ربما ليس للسياسة بشكل عام لكن يمكن للسياسة الحزبية، لأنهم شايفين الدنيا لا تتقدم والمشاكل لا تحل. وإحنا برضو الحقيقة كلنا بقى بتكلم كأحزاب كلنا مقصرين تجاه يعني الاهتمام بالمشاكل اليومية للناس. ففي عزوف أنا شايفه عن فكرة العمل السياسي عما كان الأمر من سنة، في عزوف حتى عن المشاركة في الانتخابات نفسها، يعني مش مشاركة كترشيح، مشاركة تصويتا كمان. شوفي مشاركة التصويت أصلها بتتوقف على برضو مين اللي هيدخلوا انتخابات، لأنه إيه يعني بالذات في الأرياف ممكن واحد يقدر يشجع أهل بلد إنه ينزلوا ينتخبوا، لكن أنا بكلمك كمشاهدة عامة لا طبعا في قدر من الإحباط ومن العزوف. اتكلمت عن وحدة الصف، هل وحدة صف المعارضة، هل ترى أن هذه الوحدة ستكون متماسكة غدا ولا أنت قلق بشأن هذه الوحدة؟ يعني أنا أتمنى أن يكون فيه وحدة صف حتى اللحظة الأخيرة وفي اتخاذ كل القرارات بما فيها هذا القرار الهام جدا والمصيري بالنسبة لهذه الأحزاب. الجبهة بطبيعتها مش حزب واحد، وبالتالي التنوع فيها ممكن، يعني ما فيش ما يمنع أن يكون فيه حزب رأيه كذا وحزب رأيه كذا، لكن يهمني أن يكون فيه إطار للحوار ما بينها اللي يسمح بأن ده يتم يعني التشاور بشأنه بشكل سليم وما يبقاش في حاجه بتفرض على اي طرف. هل الاطار ده لسه موجود؟ لان في ناس كتير حست بوجهتي نظر حتى بالنسبه للذهاب للحوار مع رئيس الجمهوريه، البعض كان بيقول لا نروح نقعد ونفرض شروطنا ونضع شروطنا على الطاوله، هل لسه الخلاف ده موجود؟ ما هو الخلاف لازم يكون موجود، يعني فكره ان يبقى في جبهه لا تعني انها تخضع لقواعد السمع والطاعه وبالتالي ما حدش يفتح بقه. أنا كل بقوله أنه أرجو أن هذه الاختلافات المختلفة في وجهات النظر ما تفتتش واحدة ما تفتتش وتسمح بالاستمرار في العمل المشترك في المستقبل. ليه ما تذهبوش إلى، وده دايما سؤال الناس الشارع، ليه ما تروحوش الحوار في دعوات الحوار واحدا واحدة تلو الأخرى وتضعوا شروطكم؟ المرة دي الحوار حتى سيدعى على الهواء مباشرة كما قال البيان، ما تروحوا وتضعوا شروطكم لضمان النزاهة، ولا هذه الشروط خلاص ذهبت أدراج الرياح بالفعل بالقانون اللي تم؟ ما هو أستاذة لميس الكلام اتقال ولم يؤخذ به، يعني ما احنا كان لينا طلبات واقتراحات في الدستور لم يؤخذ بها، وقلنا طيب معركة الدستور خسرناها نستمر، وكان لينا طلبات في قانون الانتخابات لم يؤخذ بها وقلنا نستمر، وكان لينا طلبات في صلاحيات مجلس الشورى في الفترة اللي احنا فيها دي. يعني المسألة أصلها فكرة الحوار دي مش مجرد إن أنا أروح وإن الناس تتصور داخلة وطالعة وخلاص، إما إن يكون في إطار حقيقي يسمح بحوار. يعني الحوار فكرته إن أنا بقعد معاكي ربما أغير وجهة نظرك، لكن لما تبقى الشروط غير المعلنة أو الكلام غير المعلن للحوار أن الأمر قد استقر ومطلوب فقط حضوركم، ده مش حوار، إما مطلوب فقط الصورة بالظبط، التقاط الصورة بالظبط كده. هنخرج فاصل قصير وبعد الفاصل هنسأل دكتور زياد وهو صعيدي من أسيوط، لماذا تصوت أسيوط أو الصعيد بشكل عام دائما لصالح الإخوان، نعم للدستور، برغم أن الصعيد من أكثر أماكن المهملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، الصعيد دائما في كل النظم بتعاني بشكل أكبر، فيها أكثر 1000 قرية من القرى الفقيرة. نسمع رأي الصعيدي دكتور زياد بهاء الدين بعد الفاصل.